أبدأ باسم الله الساكن في النور الذي كلم موسى من فوق جبل الطور قائلا يا موسى إن رأت فرحا مسرور لأعلي مجد مكانك مع المتنبؤون انهض يا موسى واصعد إلى أعلى الجبال تكون لك شبه مزار وجميع ما قلته لك تكتبه في الحال هذه هي شهادة للإسرائيليون أسرع يا موسى وانظر هذا المكان وابني فيه قبة بالحجر الصوار واعمل خارج القبة من أعلى إلى أسفل بالذهب الموزون واعمل داخل القبة مذبح للقربان واعمل حول المذبح أربع عمدان واجعل من فوقهما من الذهب كروبيمان بأجنحة مفروشة جن فلسطينيون واجعل فيها داود العهد ماضي وفيه القس ذهب بالمن المخفي وفي شريط هارون من الذهب المصفى وفي لوحي العهد مع عصا هارون وفيه سائر كل أنوار واجعل فيها أيضا أربعة